بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. نشارك معاكم اليوم وصفة كيش رائعة المذاق، يجي هشوش يدوب في الفم وحشوة بزاف بنينة. هذه الوصفة مناسبة بزاف لشهر رمضان المبارك، نحضرها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو وينال اعجابكم، ونروحوا مباشرة لطريقة تحضير وصفة الكيش. اذا في اناء التحضير نحطوا 2 كاس فارينة يكونوا معمرين مليح، اي ما يعادل 250 غرام. نزيد عليهم نصف ملعقة صغيرة تاع ملح، وملعقة صغيرة من خميرة الحلويات او البيكن باودر، وحوالي ملعقة صغيرة تاع فاني. ونضيف عليهم 125 غرام تاع زبدة او مارغارين، يعني نصف الكمية تاع الفارينة او نصف الوزن تاع الفارينة. الفارينة 250 غرام والمارغارين 125 غرام، ولازم تكون طرية ما تذوبوهاش. نقطعوا المارغارين هكذا قطع صغيرة باش يجينا سهل، نخلطوها مع الفارينة. نبسوا مليح الفارينة هكذا، نخلطوها مليح مع المارغارين حتى ترجع هكذا ما تبانش، حتى يمتزجوا مليح مع بعضاهم. بعد ذلك نضيف حبة بيض هكذا كاملة، نخلطها مليح ونضيفها، نلم بها العجينة. نلم العجينة هكذا بالأصابع فقط ما نعجنهاش، ونزيد نكمل نلمها بشوية تاع ماء. الماء لازم يكون بارد هكذا باش ما تذوبلناش هذيك الزبدة أو المارغرين اللي نحطوها، وبالتالي تبقى لنا العجينة متماسكة. ضفت لها هكذا شوية فقط تاع ماء، حوالي 2 ملاعق كبار من الماء البارد، هادو يكفيو باش تلموها. إلا إذا كانت الحبة تاع البيض صغيرة لتما لازم تزيدوا شوية. إذا لموها هكذا بالأصابع فقط ما نعجنوهاش باش تبقى مبسة، وتاني ما تكتروا لهاش الماء باش تحافظ على التبسيس تاعها. العجينة تاع الكيش تيجي هكذا متماسكة، تيجي شوية ما تيجيش طرية وما تيجيش يابسة بزاف. إذا درتيوها طرية يروح لها هذاك التبسيس ينقص لها، وتاني كطيبوها تيجي يابسة شوية. لمها هكذا ونغطيها ونخليها ترتاح حوالي 15 دقيقة، وإلا كان الجو حار أو في الوقت نتاع السخانة نديروها في الفريجيدار. بعد ما ترتاح هكذا شويه نبسطها هكذا. دائما نستعين بالورق هذا تاع بلاستيك او ورق الطهي، هكذا يساعدنا بزاف، يساعدنا كي نبسطوها وتاني كي نهزوها ونحطوها في الصينيه تجينا سهله. هاد العجينه بالطريقه هذه وبالمكونات هادو تيجي تذوب في الفم. نبسطها هكذا بسمك يكون رقيق شويه، نبسطها هكذا بشكل دائري. استعملت الصينيه هذه بقطر 30 سنتيمتر، يعني هذه العجينه تيجي سواسوا مع هذه الصينيه. نحيو غير شويه الاطراف، من الاحسن تستعملوا هذه الصينيات اللي تفتحوا نتاع لي طارت هادو. نحط العجينه هكذا بالطريقه هذه، نحطوها في الصينيه بلا ما ندهنوها لان العجينه فيها لدام. من الاحسن تستعملوا هذه الطريقه باه ما تتكسرش معاكم العجينه وتحطوها بكل سهوله. اذا نحطوها هكذا مقلوبه، ومن بعد نحيو البلاستيك هذاك ونعدلوها مليح في الصينيه. اضغطوا مليح خاصه على هذوك الاطراف باه يتمسكوا مليح ويمدوا هذاك الشكل الدائري للكيش او للعجينه. اذا بعد ما نسويوها مليح هكذا نحيو لها هذوك الاطراف او الزوائد، هكذا نضغطوا عليهم برك بالحلال يتنحوا بكل سهوله. نزيدوا نعدلوا هكذا مليح، دائما نضغطوا على هذوك الاطراف باش يمدوا هذاك الشكل الشباب. بعد ذلك نتقب العجينه هكذا، نستعين بشوكه، نستعمل هكذا الشوكه نتقبها هكذا. درت ثقب بزاف هكذا باش كي نحطوا العجينه تطيب ما تطلعناش، تبقى محافظه على الشكل تاعها. نتقبوا حتى الاطراف. قبل ما ندخلوها للفرن نحطوها حوالي 15 دقيقه تبرد في الثلاجه، وبعد ذلك ندخلوها للفرن. ندخلها للفرن اللي يكون ساخن مليح، ندخلوها حوالي 10 دقائق ونخرجوها هكذا باش تتماسك برك، تطيب غير شويه ونخرجوها، ومن بعد يتكمل الطيب مع الحشوه. نروحوا نحضروا الحشوه في مقلاه، نحطوا بصله كبيره تكون مفرومه او تكون مقطعه قطع صغيره او رقيقه، ندبلوها غير شويه ومن بعد نضيفوا عليها اللحم. انا ضفت هكذا شويه لحم مفروم حوالي 300 غرام، تقدروا تستعملوا الدجاج المفروم. نزيد نقليهم مليح حتى يطيب او يتقلل اللحم. اذا كي يتقلوا شويه نضيف عليهم شويه فلفل اسود وشويه ملح حوالي نصف ملعقه صغيره او على حسب الكميه اللي ديروها. هاو تقلى هنا اللحم والبصل، نزيد نضيف عليهم شويه زعتر وشويه نعناع يابس، يعني هادو تقدروا تستغنوا عليهم على حسب الذوق.
نحركها مشوية هكذا فقط ونطفي النار ونروح نكملو تحضير الكيش. هاي العجينة تاع الكيش كما تشوفوا طيبتها غير شوية، يعني كما تصفر شوية فقط نحيوها، نحط عليها الحشوة اللي حضرناها. يعني تقدروا تستعملوا الدجاج، تقدروا تستعملوا السلق، تقدروا تستعملوا الطوم، يعني تقدروا تستعملوا الفلفل، تقدروا تستعملوا الشكشوكة، يعني تستعملوا الحشوة اللي تحبوا. ضفت عليها شوية زيتون خضر هكذا مقطع رقيق، هكذا يمد لها ذوق هايل. وزدت رشيت عليها هكذا شوية معدنوس، ونزيدوا نحضروا لها الصلصة تاع البيض. استعملت ربع بيضات، انتم تقدروا تستعملوا اقل. ضفت عليهم شوية هكذا ملح، رشة ملح ورشة تاع فلفل اسود. نخلطهم شوية هكذا ونضيف عليهم كيس تاع كريمة الطبخ او لاكخام فخاش، يمد بالنا روعة الحشوة تاع الكيش، تيجي هكذا متماسكة وطرية في نفس الوقت. الا ما عندكمش كريمة الطبخ تقدروا تعوضوها بكاس حليب وتضيفوا له ملعقة صغيرة تاع النشا، تخلطوهم مليح وتضيفوهم للبيض. اذا نخلطهم مليح هكذا ونضيفهم على الحشوة تاع الكيش، نوزعوها مليح هكذا حتى تغطى هذيك المكونات كامل. في الاخير نضيف عليهم شويه هكذا جبن مبشور، هو تاني يمد بنا ويمد لون شباب هكذا للكيش من فوق. بعد ما نكملوا هكذا ندخلوا الصينيه للفرن اللي سخناها على 180 درجه، نحطوها في الرف الاوسط ونشعلوا لها النار من تحت ومن فوق هكذا باش تطيب كيف كيف، وتتحمر الحشوه هكذا من فوق تما نخرجوها من الفرن. هاو الكيش اللي هنا جاهز، شوفوا كيفها تحمر، يجي طري وهشيش ويدوب في الفم، الحشوه تاعو بنتها روعه. كي تخرجوا الكيش من الفرن خليوه يبرد شويه ومن بعد قطعوه. وهاد الوصفه مناسبه بزاف لشهر رمضان المبارك، نتمنى تجربوها، تبعوا فقط الخطوات والنصائح راح ينجح معكم 100%. ونشكركم بزاف انكم تبعتوا معي الفيديو للاخير، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. واذا عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باه يوصلكم كل جديد. والى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.